وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا، سواء كان ظاهرا للناس عموما أو ظاهرا لمن حولهم، لقوله: إذا حضر القسمة أولو القربى. إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث أولو القربى، أظن ناخذ الإعراب قبل. وإذا حضر القسمة أولو القربى، القسمة مفعول مقدم وأولو فاعل مؤخر، ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة. واليتامى معطوفة على أولو، والمساكين معطوفة على أولو، وقوله فارزقوهم جواب الشرط إذا، واقترنت الفاء بها لأنها طلبية. والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر ينشده لنا خالد: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الجملة التي معنا الجوابية من أي نوع؟ طلبية. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، واضح. يقول الله عز وجل: إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث، إذا حضروا أولو القربى يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون، وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم، لكن الذي لا يرثون. واليتامى، طيب قبل أمشي، القربة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القرابة، بمعنى القرابة. وقوله واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه. قبل بلوغ من؟ قبل بلوغ الأب ولا الولد؟ الولد، من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكر أم أنثى. والمساكين هم الفقراء، وسموا مساكين لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه يوجب الذل، وأن لا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع. ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. والشأن كل الشأن أن تكون وجيها عند الله. وأنت يرحمك الله إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد، أطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه. وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. قال فارزقوهم من، فارزقوهم منه أي أعطوهم، أعطوهم لأن الرزق بمعنى العطاء. وقوله من ولم يقل فيه، لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه، من رأس المال من أصله،
وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى أرزقوهم فيها، وقد سبق لنا أنه قال فيها ولم يقل منها، لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها فيعطون من إيش؟ من الربح. وهو إشارة يعني ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه. أما هنا قال ارزقوهم منه، يعني من هذا المال الذي يقسم أمامهم. وقولوا لهم قولا معروفا، سبحان الله، إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول. قولوا لهم قولا معروفا أي قولا طيبا تطيب به نفوسهم. فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على 1,000,000 ريال مثلا، فإذا أعطيت الفقير 100 ريال الحاضر ربما يقول 100 من 1,000,000، قل له قولا معروفا تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي. عكس والعياذ بالله من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قال وش اللي جابك؟ اذهب اطلب رزق عند الله. فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا راحما لهم. والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل؟ سوف يتشوف إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف، ولا سيما إذا صرف بقول منكر غير معروف. يقول الله عز وجل في هذه الآية إذا حضر القسمة إلى آخره، في هذه الآية الكريمة من الفوائد أمر من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة الأقارب واليتامى والمساكين أن يعطيهم منه. وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، لأنه أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب. فعلى كل حال المهم أن نقول الأمر بإعطاء من حضر القسمة. ومن فوائد الآية جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء. من أين يؤخذ؟ من قوله فارزقوهم منه، لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن نؤمر بإعطائهم. ومن فوائد الآية الكريمة ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة، حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف للنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة، لقوله فارزقوهم منه ولم يقل الثلث ولا الربع ولا العشر، بل جعل هذا مطلقا يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين. وجه ذلك أنه قدمه، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت جارية لها،
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنك لو أعطيتيها، يعني أقاربها، لكان خيرا لك. فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الشرع، بل عناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية. من أين تؤخذ؟ من اليتامى والمساكين، لأن اليتيم صغير منكسر القلب لفقد أبيه، يحتاج إلى رعاية وعناية. والمسكين كذلك، فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله ويسقي ظمأه ويكسو عورته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قولا معروفا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء، لأن المن بالعطاء كبيرة، المن بالصدقة من كبائر الذنوب، وهو مبطل للأجر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الإحسان القولي والفعل، الفعل من قوله وارزقوهم منه، والقول قولا معروفا.